يا الله، السلام عليكم متابعيني. اليوم راح نشيلكم سمك ضايج، واريد اشوي سمك. هاي النار ان شاء الله سويناها، وبعد شويه راح نجيب السمك والتتبيله مالته، وان شاء الله تسهمكم العافيه. ان شاء الله راح نخليها على النار، وابني هنا عندي المتكب ثاني سمك شفت يخلص خاطر ينقض علي. يا الله توكل بالله. يا الله عيني، جيب البصل والطماطم مشويه مع الحروف التتاكيت. اخوان هذا السمك راح نشوي ان شاء الله وينال اعجابكم ان شاء الله، ونقولهم مره ثانيه سهمكم العافيه. هاي انتم شبعوا عوافي. يا بجو وذاك ابني تكا امتان السمك شوفه. اوكي اوكي بواسير، ما بواسير اصمت بروح بناسي واكل.